الأنف في وسط الوجه ويلي بيلعب دور كتير مهم بجمال أي شخص. لهيك منلاحظ بعض الناس بيكون عندهم عظمة بالأنف، منشلهم هالعظمة يلي هي أوقات بتكون بسيطة بيتغير شكل الوجه. هيدا دليل على أنه شكل الأنف بيلعب دور كتير كبير بتحديد هوية الإنسان وشكل وجمال الشخص. كرمال هيك أنا بقول منه غلط على طول أنه نحافظ على شكل الأنف بطريقة طبيعية كلاس من دون ما نبالغ فيه، لأنه كتير من الناس همهم أنه يكون الأنف كتير 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 صغير. إنما أنا على طول بعمد إلى أخذ المسافات باستعمال الليزر، لأنه عرض الأنف لازم يكون قد عرض العين، لازم يكون قد المسافة بين العينتين، لازم يكون قد نص الفم، كما وأنه القسم السفلي لازم يكون قد القسم الوسطي، لازم يكون قد القسم العلوي اللي هو الجبين. وعلى هالأساس أنا بعتمد لحتى أعمل الأنف من خلال استعمال الليزر. تقنية اليوم أصبحت جدا سهلة باستعمال الليزر، بتستغرق دقائق من الوقت، ربع ساعة تقريبا لثلث ساعة. خلالها بنلجأ إلى قص العظمة الظاهرة بالأنف يلي بتكون غالبا بهالمنطقة مثل ما عم نشوف، بنلجأ إلى تنحيف العظم يلي هو على العالي، بنلجأ إلى استئصال الغضاريف من رأس الأنف يلي هني عرضة للتضخم مع مرور الزمن. يعني كل ما كبرنا بالسن كل ما كبر رأس الأنف عنا، وهيدي بتصير مزعجة على المدى الطويل. وغالبا بيصير في هبوط برأس الأنف، بنلجأ إلى رفعه شوي. وإضافة لهيك بلجأ إلى تظبيط انحراف الوتيرة لحتى نتخلص منه، وبالتالي يكون أسهل علينا نتنفس. يعني بقول أنا الأنف مش بس هو بوسط الوجه، هو بيلعب دور كتير مهم بالنفس يلي بناخده. لازم نتنفس بطريقة سليمة، ما نشخر بالليل، نقدر نتنشأ الهواء من دون مشاكل، لأنه كتير من الناس بيكونوا بيعانوا من انسداد بميل بالأنف. هيدا الشيء بيأثر على الرأس، أوقات بيؤدي إلى ألام ووجع بالرأس، وهون بيكون فعلا مزعج. ومنكون زبطنا الشكل الخارجي للأنف بإزالة العظم، تضييقه وإزالة الغضاريف، لحتى بس نكبر بالسن ما يكبر رأس الأنف معنا. لأنه للأسف كل ما كبرنا سنا كل ما كبروا الغضاريف الموجودين بجسمنا يلي هن برأس الأنف والأذنين. لهيك عند كل الناس منلاقي رأس الأنف كبير والأذنين كبار وقت ما بيتقدموا بالسن. وليش لا انه نلجأ الى عملية الانف بالليزر؟ اول شيء لحتى يكون شكله اجمل، لحتى نشيل الغضاريف وبالتالي ما بقى يكبر بس نكبر بالسن، وتجليس الحاجز الانفي يلي بيكون فيه انعواج من الداخل ومؤدى الى ضيق بالنفس. هيك بالليزر نقدر نجلس الحاجز الانفي، وبالتالي نقدر نتنفس بشكل طبيعي، نقدر نتنفس حرية.